يعني فيه سلطه حلوه قوي ومهمه قوي، هي البنجر. البنجر دي من الحاجات المفيده جدا والصحيه جدا، وحلو ان انا اكلها على الاقل مرتين ثلاثه في الاسبوع كل يوم. يا سلام، خير وبركه، حلو قوي مع اي حاجه بقى. فانا عندي هنا بقى بتتعمل من ايه؟ البنجر بجيبه بسلقه، طبعا بياخد فتره شويه في السلق، بقطعه مكعبات او الاول اسلقه سليم، اغسله واسلقه سليم، وبعدين ابدا ان انا اقطعه مكعب بالشكل كده، تمام. فعندي بنجر، بصل، خل، سنه سكر بسيطه، والملح والمايونيز، بس كده. هجيب البنجر وبصلايه، بصلايه حفرمها ناعم مش كبيره قوي بالشكل كده، وعليها شويه ملح وشويه فلفل اسود، دي بقى برضو وسنه سكر، يعني سنه دي رشه كده اهي، نص معلقه صغيره مثلا، مش تحسي بيها بس هي بتدي حلوه، حاجه حلوه قوي للبنجر، لسلطه البنجر دي. يبقى هنا ايه؟ بصل اهو، بصلايه عليها ملح وفلفل، وعليها الايه؟ سنه السكر نص معلقه صغيره، ومعاها خل كده 3 معالق من الخل، عليها مايونيز كوباية مثلا، لو هعمل 3 كوبايات من البنجر. طبعا انت ممكن تقليل المقادير دي جدا لو حابة تجربي اول مرة تعمليها، بس انا بقولك ان دي من الوصفات اللي ممكن تقعد معايا اسبوع في التلاجة مش بيحصل لها حاجة. انا عايزة كل اسبوع تعملي كام وصفة كده من السلطة تقعد معاكي في التلاجة، تطلعي على الاكل على طول، ما تبقيش ايه لسه هعمل سلطة خلاص بقى. انا عارفة احنا ملتزمين وادي الايه، الملتزمين بسلطة في رمضان بس، غير كده بقى اول ما يخلص الاكل ناكل وخلاص، مش مهم ايه اللي معاه اهي. احطها في العلب بقى مثلا، ايه احطها في علبتين ولا 3 حسب ما انا عايزه، وتقعد معايا فتره محترمه. في نوع سلطه تاني بالذره، بالذره الصفراء دي برضو سلطه، يعني عايزاكم تخليكم مميزين كده في سلطاتكم عشان يفتحوا النفس للاكل. يعني الخضر احنا خلاص عارفينها وواخدين عليها، انما في سلطات تانيه انا عايزه اجيبها لكم بحيث ان هي تبقى جنب الاكل، تفتح النفس على الاكل ويحب ان هم ياكلوها. فعندي هنا خيار، طماطم، ذره صفراء، وشويه بقدونس. ديت هتتعمل لوحدها كده من غير، لا مش هحط لها ملح ولا احط لها خل ولا احط لها حاجه. لما تيجي اروح اقدمها يعني للتقديم، بروح عامله ايه؟ حطها بقى قلبه العلبه دي في طبق، وحط لها ايه؟ سنه خل، شويه ملح، سنه كمون، زي ما انتم عايزين، تمام؟ فعندي الخيار، هجيب حتى بوله هنا عشان اقلبهم مع بعض برده، ويبقى مثلا عندي ايه؟ علبتين من البنجر، علبتين من ام ذره، علبتين من سلطه الخضراء، اشكلي كده. دي برضو بتبقى حلوه جدا. انا هنا في البنجر بس حطيت ملح وخل عشان ده مش هيحصل له حاجه، ده ما فيهوش خضار، انما لو حطينا في الخضار هتلاقيه نزل ميته ودبل وبقى وحش جدا، لازم ما احطلهوش اي توابل. يعني ادي كده الخيار اهو، يبقى ايه؟ يبقى عمان هتجيب بنجرتين او 3، ما تكتريش بنجر كتير عشان تجربي بيهم وتحطي في العلبه وتشوفي هيقعد معاكي قد ايه. وشويه من البقدونس كده مفرومين، وشويه ذره صفراء، بصوا بقى السلطه دي بسرعه كده معايا، اللي هي زيت الخضار اللي بالبيض او من غير البيض، زي ما قلتلكوا لو انا هخزنها مش هحط لها بيض. هي عباره عن ايه؟ بطاطس مسلوقه، خضار بسله وجزر، وفاصوليا خضراء مسلوقه، شويه مايونيز، شويه لبن. هقول لك حاجه، لو انا هاكلها في ساعتها هزود لها لبن، لو انا مش هحطها في ساعتها مش هزود لها لبن، هحط لها مايونيز بس. يعني ايه؟ يعني انا عندي اهو سلقت بطاطس، دي بقى من الحاجات اللذيذه جدا جدا، زي وجبه متكامله، هسلق جنبها بيض، هحط جنبها صدور فراخ مشويه لو انا عايزاها اكلات خفيفه يعني كده، ماشي هاكلها لوحدها برضو حلوه جدا، احطها جنب اي اكل هي حلوه برضو. هي سلطه تليق في كل حته، دي فاصوليا خضراء مسلوقه بالشكل كده برضو، كله ده مسلوق وعليه المايونيز. انا عايزاها تبقى جاهزه، هاجي من بره هطلعها على طول على الاكل.
اهي. وبرده المايونيز بيدي الخضار مده صلاحيه اطول. انا مش هحط لها شويه لبن، لو انا هاكلها في ساعتها بديها سنه لبن، مش هاكلها في ساعتها لا، بس زي ما هي كده خلاص. ادي كده سلقت ده. طبعا خلي بالكم تقولي دي سهله، طب انا ده انا هعمل، لا ما انت هتسلقي، مش هتسلقي في ساعتها، ده انا كده كله حاجه سلقتها، او لو مثلا الكيس عندي دوت سلقت البطاطس ابقى انا جاهزه على طول بالحاجه، اطلع العلبه من الثلاجه واروح حطها على التقديم على طول، بتقعد معايا اسبوع. هملحها امتى؟ لما اجي اكلها.